الطلاب الحربي زار في خيمة الملاك في بوابات الدخول والتقى بمشاركين في بيرق المؤسس. نتابع هذه التصريحات ونرجع لكم مشاهدينا. المشاركة بالنسبة لي والله جت متأخرة، يعني أنا استعدادي بالنسبة للمشاركة يمكن قبل يعني لها تقريبا 20 يوم، فالوقت كان ضيق عندي، عززت بما يعني أسعفني الوقت فيه، ولكن إن شاء الله تعالى السنة القادمة أتأمل إن شاء بحول الله تعالى أنه أعزز بما يكفي لأكبر منافسة بحول الله. أنا أخذت أكثر من 90 فردية والله 90 فردية. نعم 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 وعززتها بنخب الفرديات. بنخب الفرديات. ولن نتوقف، الملحة تستاهل والله. 90 فردية أخذتها، كم الفترة أنت تقول قررت على المشاركة؟ في 20 يوم، وهذا والله توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني حنا أنا لي 20 يوم يمكن يعلم الله انه ما بقى مكان حنا ما وصلناه، لانه الوقت قصير وما نضم الا نخب، ولكن الحمد لله هو توفيق من الله قبل كل شيء. يعني والله يطول عمر المنقية مستعده ودعمناها والباقي على رب العالمين. في مشترات السنه هذا، في مشترات والله اللي دعمنا فوق ال 25، فوق ال 25 والباقي على الله سبحانه وتعالى. نعم هذا يطول عمر رابع سنه لنا. اي نعم الله الله. نعم ما شاركنا فرد، لكن ان شاء الله السنوات القادمه ان شاء الله نشارك. الجائزه ما احنا من 4 سنين نشارك فيها، ومن اقوى الجوائز. الله يطول اعمار الملك وولي عهده، سووا هالمهرجان فائده للبدو ولاهل الناقه كلهم، شفت؟ والحمد لله ربي، هذا حفل البدو ولمه العربان ومستانسين وكل شيء تمام الحمد لله. اليوم مشاركين في بيرق المؤسس؟ نعم مشاركين اليوم بنقية الوالد عوض سالم ابو سلحاقه، وبالشرك ومستعدين والتوفيق على الله ان شاء الله. استعدادات، كيف استعداداتك؟ والله استعداداتنا قويه هالسنه. السنه معززين في المنقية. مشتروات وايد ابشرك. كم المشتروات؟ كم عدد المشتروات؟ والله يمكن 10 اللي من الصياح. كيف رايت المنافسين بعدكم؟ والله منافسين الشوط الثمانين السنه من اقوى الاشواط، اقوى شوط السنه هو الثمانين. يعني هم كلهم مشترين اللي في الثمانين، شفت؟ ولا يدخل الشوط ذي الا غير عنده نخبه. وهذا من اقوى الاشواط هو شوط الثمانين السنه، مره. ورث جاء